طيب تمام. الكورس ده اللي هو تاني كورس في الفيزيكس، الالكتريستي اند ماجنتيزم. ومن الاسم بتاعه بينقسم لجزئين، يعني جزء الالكتريستي ده نص المنهج تقريبا، وجزء الماجنتيزم النص التاني. عادة الالكتريستي بيبقى اكتر شوية، الجزء بتاع الماجنتيزم ان شاء الله بيبقى اسهل. يعني اعتقد معظمكم ثانوي عام اخدتوا الماجنتيزم في الثانوي، وحتى اللي مش ثانوي برضو في ناس اي جي اعتقد خدوا الكورس ده. يعني هل الكورس ده مرتبط بالكورس اللي فات؟ لا خالص، يعني مش هتحتاج حاجة من الكورس اللي فات. هل ممكن ده يتاخد قبل الـ vibrations and waves؟ ممكن، يعني في بعض الطلبة جربت انهم ياخدوا الالكتريستي والماجنتيزم قبل الـ vibrations and waves، دي متاحة ودي متاحة عادي، يعني لان هما مش مرتبطين ببعض. طيب الجزء بتاع الالكتريستي عشان بس تبقوا عارفين المحتوى بتاع الكورس، هندي عناوين بس في الاول كده كانترودكشن. يعني اول حاجه في الالكتريستي اللي هي الالكتريك تشارج اند كولومز لو، تمام. تاني حاجه الالكتريك فيلد، يعني المحاضرة الأولى إن شاء الله عن الإلكتريك تشارج والكولومز لو، المحاضرة الثانية عن الإلكتريك فيلد، المحاضرة الثالثة عن جاوس لو. جاوس يعني هتسمعوا عنه كتير، هتسمعوا عنه في الفيزيكس وفي الماث وحاجات كتير. يعني رابع حاجة الإلكتريك بوتنشال، زي ما بنسمع عن البوتنشال انرجي في الجرافيتي هناخدها في الالكتريك فيلد. وبعد كده هناخد تطبيقات عمليه عن الكاباسيتنس، تمام. وهناخد تطبيقات عمليه تانية بقى عن ازاي ندخل الكاباسيتنس والريزيستنس في دوائر كهربيه، فالباب ده اسمه RC circuit. تمام كده. طيب الأجزاء دي ازاي هنغطيها، او ازاي لما نيجي نذاكر بقى نقدر نلم بالمواضيع دي؟ الأصل، خد بالك، الأصل هو lectures، تمام. يبقى أول حاجة lectures، هي دي الأساس، يعني هي دي المعلومة الأصلية من lectures. حلو الكلام. طيب تاني حاجة يبقى في كتاب مثلا. طيب الكتاب ده نجيبه منين؟ في انتوا الترم اللي فات نزل لكم كتاب في المعمل، معمل الفيزيكس. تمام، هينزل لكم برضو الترم ده كتاب، ماشي الكلام. يبقى انت تبقى ماشي من تكست بوك، يبقى ده بيسموه تكست بوك. طيب انما ممكن يبقى عندك ريفرنس لو احتجت لحاجة تانية، عايز رسمة توضيحية مثلا، عايز تقرا اكتر، عايز تسمع عن ابلكيشنز اكتر، يبقى انت محتاج ريفرنس كبير بقى، ده اللي بيسموه يونيفرسيتي بوك.
يبقى ده بيسموه University. وده بيبقى متاح يعني كتير، يعني في انواع كتير من الكتب دي. في كتاب مؤلف واحد اسمه هاليداي، في كتاب مؤلف واحد اسمه سيروي، وهكذا. سيروي يعني طب حضرتك ترجح اني واحد يعني؟ سيروي كويس قوي، سيروي كويس، هتلاقيني بشتغل منه في احيان كتير. ده بالاضافه للتكست بوك طبعا. فسيروي طب هتاخد منه ايه؟ لان هو كبير زي ما بقولك، اللي عايز ياخد منه applications، اللي عايز يقرأ أكتر، اللي عايز يطلع على رسومات، تمام، يبقى ده هيخصص له وقت بقى مخصوص. إنما لو عايز تستغله كمسائل، يبقى أنت هتحل ال solved problems اللي فيه، يبقى دي إضافة ليك كويسة جدا. عندك وقت بقى تبتدي تدور في المسائل اللي هي بتبقى في آخر كل chapter. دي ساعات بتبقى يعني في منها صعب شوية ساعات، بس على الأقل تطلع على المسائل البسيطة اللي فيه، أو المتوسطة حتى، أو فوق المتوسطة. الصعبة لأ، يعني ما مش بتبقى مستوى امتحانات يعني. طيب طبعا عندنا مجموعة من الشيتس بعد ما بتشتغل في المحاضرة، وبتقرا في الكتاب تكست بوك، بتقرا في الريفرنس، بتحل مسائل بسيطه في الاول، بعد كده بتروح للشيتس، بتحل الشيتس كويس جدا. الشيتس طبعا من الكور الرئيسي في المنهج، اساسيات المنهج يعني. وبعد كده من الاساسيات برضو المهمه جدا البريفيوس اكزامز، دي تجيبها من دلوقتي على طول. اعتقد ان انتوا دايما اي كورس فيزيكس بتبقى فيه المشكلة دي، ان الناس تقول لك احنا عندنا الشيتس بس، والشيتس لا تكفي. وهي فعلا الشيتس لا تكفي، الشيتس دي بتمهد لك الطريق. انت لازم بقى تشتغل، انت لازم تسوق عربية بقى، يعني هي دوب بس بتمشيك حاجة بسيطة. انما الـ previous exams دي مهمة جدا جدا. ايه الـ previous exams؟ اي حاجة تيجي في طريقك، كويزس، لقيت كويزس اوكي تمام، لقيت امتحانات ميد ترم سابقة محلولة او مش محلولة وتبقى تسأل فيها، لازم فاينل من دلوقتي تجيب الفاينل وتشوف مستوى الفاينل ايه، عشان ما تتفاجئش في الاخر وتقول ايه ده الفاينل مستوى مش زي مستوى الشيت، او انا اتفاجئت بحاجات افكار جديدة. لا ما تتفاجئش، يعني ما تتفاجئش نفسك، انت قدامك الوقت من دلوقتي، فقدامك من دلوقتي انك تجيب الـ previous exams، انك تجيب الـ quizzes، الـ midterms السابقة، الـ final exams اللي قبل كده، وتبتدي تدور فيها وتشتغل وتشوف المستوى بتاعها. يعني يبقى قدامك المستوى بتاعك بتاع الحاجات دي قدامك، علشان ما تتفاجئش مستوى الميد تيرم، ما تتفاجئش مستوى الكويز، ما تتفاجئش بمستوى الفاينل. في ناس بتبقى متوقعه الكويز يبقى مش شيت، لا طبعا مش لازم، او الميد تيرم يبقى خلاص هي مسالتين مش شيت على مساله من محاضره، الكلام ده طبعا ما ينفعش خالص. تمام يا شباب، فالبريفيس اكزامز من النهارده تدور عليها، تجيبها كده وتجمعها اول بقى. تمام، بتقدروا توصلوا الحاجات دي بسهولة؟ وصلتوا لها في الترم اللي فات ولا كانت صعبة بالنسبة لكم؟ يا شباب في الكورس اللي فات تمام، مش مهم، تمام، عرفتوا توصلوا لها؟ تمام كويس جدا. طيب كويس، احنا زمان مش عارف هل متاح الكلام ده دلوقتي ولا لأ، بس احنا في فترة كده من كام سنة كنا بننزل المسائل دي أصلا، كنا بننزل الامتحانات بالحلول بتاعتها كمان. مش عارف هل الحاجات دي متاحة لغاية دلوقتي ولا لأ. طيب لو محتاجين سامبلز برضو إن شاء الله نبقى نعمل لكم سامبلز للامتحانات، مفيش مشكلة خالص. يبقى السامبلز دي بس حد يفكرني عشان نكلم فيها الدكاترة، يبقى كلهم مجتمعين ان احنا نعمل سامبل.
وساعتها اعمل لكم انا سامبل ان شاء الله. تمام، يعني خليكم متابعين الموضوع معايا ان احنا نعمل سامبل امتحان، يبقى قبل الميد تيرم نعمل لكم سامبل، قبل الفاينل نعمل لكم سامبل اكزام. اوكي تمام كده. طيب النهارده ان شاء الله هناخد الجزء الاول من الالكتريستي. احنا اتفقنا ان الالكتريستي اول جزء اللي هو الالكتريك تشارج اند كولومز لو، وهي حاجات ان شاء الله بسيطه. طيب اول حاجه الالكتريك تشارج، طبعا كلنا عارفين اساسيات ان الاتوم بيبقى فيها مجموعه منوعه من التشارجز. هي بتبتدي بالنيوكليوس، النيوكليوس بيبقى فيها بروتونز يعني بوزيتيف تشارجز، وبيبقى فيها نيوترونز، مالناش دعوه بالنيوترونز، وحوالين النيوكليوس بنلاقي الالكترونز. يبقى عندنا تشارجز نوعها نيجاتيف اللي هي الالكترونز، وتشارجز بتبقى بوزيتيف اللي هي البروتونز. يبقى إذا نوعيات التشارجز بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج. يبقى البوزيتيف تشارج نسميه بروتون، النيجاتيف تشارج بنسميه الكترون. تمام، ودي مسميات يعني خلاص الناس اتفقت عليها. طيب لو عندك اتوم مثلا فيها 4 بروتونز وفيها 4 الكترونز، بس في الكترون مشي، طيب الالكترون ده لما يمشي هتبقى الاتوم دي مش متعادلة، لان هيبقى فيها 4 بوزيتيف وثلاثة نيجاتيف، فعدد عدد البوزيتيف تشارج هيبقى أكتر من عدد النيجاتيف تشارج. يبقى دي بيسموها إيه بقى؟ بيسموها أيون. يبقى دي بوزيتيفلي تشارج أيون. طيب العكس، لو عندنا اتوم فيها مثلا برضو خلينا نفس المثال 4 بروتونز و4 الكترونز، بس في الكترون جه من بره وراح للاتوم دي، فساعتها الاتوم هتبقى جواها 4 بروتونز و5 الكترونز، فعدد الإلكترونات هيبقى أكتر من عدد البروتونز، يبقى كده النيجاتيف أكتر من البوزيتيف، يبقى دي بنسميها إيه؟ بنسميها نيجاتيفلي تشارجد أيون. طب الحاجات دي سهل إنها تحصل؟ آه بتحصل طبعًا، في إكزامبل على كده، حد يقول لنا الإكزامبل ده؟ ان حاجه ال NaCl مثلا. ايوه برافو عليك صح، ال NaCl. يبقى اكزامبل عملي على طول اللي هو ال NaCl. هما بيرتبطوا ببعض ازاي؟ بيرتبطوا ببعض ان ال Na عنده الكترون خارجي واحد بس في الاوتر شيل، يعني انما هو فيه الكترونات كتير يعني، والCl في 7 الكترونات 1 2 3 4 5 6 7،
فهو الاستابيليتي عشان تحصل بيبقى يا اما الاوتر شيل يبقى ما فيهوش حاجه، يا اما الاوتر شيل يبقى فيه 8 لو تفتكروا الارقام بتاعه الاوتر شيل اللي هي 2 و8 18 وهكذا. فالان اي مش ستيبل لانه فيه الكترون واحد، السي ال مش ستيبل عشان فيه 7. فلما الان اي بيرتبط بالسي ال على طول بيحصل انتقال الالكترون بتاع ال NE بيروح لل CL، فده يؤدي لايه بقى؟ يؤدي ان ال NE هيبقى positively charged وال CL هيبقى negatively charged عشان خد الكترون زياده، وتتكون رابطه ما بينهم، صح كده؟ تكون رابطه، البوزيتيف هيبقى قوي جدا والنيجاتيف الاتنين مع بعض يعملوا ايه؟ يعملوا اتراكشن بالشكل ده كده، ودي بنسميها الايونيك بوند، ودي رابطه قويه جدا يعني دي عشان تتفك محتاجه حراره عاليه قوي قوي. وبالتالي يبقى القوه ما بين البوزيتيف والنيجاتيف دي قوه لا يستهان بها، يعني دي قوه كبيره بنسميها في الكيمستري بالايونيك بوند. تمام، يبقى تاني بسرعه كده، الاتوم مكونه من بوزيتيف ونيجاتيف تشارج، البوزيتيف تشارج اللي هي البروتون، النيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون. لو في اتوم فقدت الكترون او اكتسبت الكترون بتبقى اسمها ايون، والايون دي يا اما تبقى بوزيتيفلي تشارج يا اما تبقى نيجاتيفلي تشارج، والمثال على كده اللي هو ال NaCl. طيب بالمرة بقى يبقى كده ايه اللي بيحصل لو عندنا نيجاتيف مع نيجاتيف، لو عندنا بوزيتيف مع بوزيتيف، لو عندنا بوزيتيف مع نيجاتيف؟ تعالوا نشوف الحالات المختلفة. لو عندنا بوزيتيف تشارج قريبة من نيجاتيف تشارج يبقى هيحصل بينهم اتراكشن زي ما لسه قايلين حالا، يبقى يحصل اتراكشن. طيب لو بوزيتيف وبوزيتيف يبقى يحصل ريبالشن، لو نيجاتيف ونيجاتيف يبقى يحصل ريبالشن. يبقى اذا التشارجز اللي زي بعضها يحصل ما بينهم ريبالشن، التشارجز اللي عكس بعضهم يحصل ما بينهم اتراكشن. يبقى اللايك تشارجز attract each others وال unlike charges repel each others. دكتور مش المفروض العكس؟ العكس يا دكتور. انا غلطت؟ صح. يبقى like charges repel each other و unlike charge attract each other. تمام كده؟ طيب يبقى اذا في فورس تعمل الكلام ده، في فورس هتقرب التشارجز من بعضها، في فورس او هتبعدهم عن بعضهم هم زي بعض. فالفورس دي بقى هو ده الشغل بتاعنا، ازاي نعرف نجيب الفورس دي. بس قبل ما نجيب الفورس يعني هقول حته يعني ممكن ما تلاقوهاش في الكتاب ولا هتلاقوها في سرويه، هي حته بس زياده بس ابلكيشن مهم يعني. والابلكيشن ده انت ممكن تعمله في البيت كمان عشان هو سهل، ف أنا مختار حاجة ممكن أنت تقدر تعملها في البيت. دلوقتي الشحنات موجودة طبعًا everywhere يعني. طب بنحس بيها إزاي؟ بنحس بيها مثلًا في الشتاء بالذات الستاتيك تشارجز دي بيسموها ستاتيك تشارجز يعني. لو أنت لابس صوف وجيت تقلع الصوف بتحس يعني إن بصوت كده. وساعات بتحس بلسعة في إيدك من التشارجز دي. تيجي تقفل باب عربية تلاقي نفسك اتكهربت مثلا، بتحصل في الشتاء بالذات طبعا.
برضو لو غطا تقيل وانت لابس صوف وجيت تسحب الغطا بتلاقيه كأنه لازق في الهدوم بتاعتك، ويعمل صوت لو انت جيت شلته. ساعات يعمل شرارة كمان، لو التشارجز كتيرة شوية ممكن تلاقي شرارة، تشوف شرارة يعني. طيب لو عايزين بقى نقيس التشارجز دي هي قوية ولا ضعيفة، ولو عندك تشارجز اوريدي موجودة وعايز تشوف التأثير بتاعها هتشوفه ازاي. فاللي بيعمل الحاجات دي اسمه الالكتروسكوب، الجهاز اللي بنشوف بيه التشارجز اسمه الكتروسكوب. طيب الاول عشان قبل ما تعمل الكتروسكوب انت عايز تكون شحنات. طبعا تكوين الشحنات ده من زمان واحنا عارفينه، اعتقد كلنا عارفينه يعني من واحنا صغيرين، ان انت ممكن تجيب قطعة ازاز مثلا، تمام، وسلك حرير. يبقى الازاز والحرير جلاس رود وسلك، لو قعدت تدلكهم مع بعض هيطلع الازاز هيطلع فيه بوزيتيف تشارج، والسلك هيتكون عليه نيجاتيف تشارج. يعني اوريكم صورة كده سريعة. حاجة بالشكل ده. تمام، فلو انت بتدلك جلاس رود مع سلك هيطلع لك ان الجلاس في الاخر هيطلع عليه بوزيتيف تشارج، هيتكون عليه بوزيتيف تشارج، والقماشة هيتكون عليها نيجاتيف تشارج. لو جبت قطعة فلين وقطعة صوف ودلكتهم في بعض، برضو الفلين بيتكون عليه نيجاتيف تشارج او بوزيتيف تشارج، مش هتفرق الحاجات دي يعني، هي اهم حاجه هيتكون عليه تشارج وخلاص يعني. والكلام ده يعني من زمان قوي، الصينيين كانوا اكتشفوه من زمان جدا يعني. فممكن اصلا عن طريق بالونه ودلكها بقطعه صوف، برضو هتلاقي البالونه بقى عليها تشارج. زمان كنا بنعمل حركه اللي هي المسطره بلاستيك وتدلكها في شعرك، برضو هيطلع منها. لو انت لابس بنطلون مش عارف الجينز، ما اعتقدش نقدر نعمل بيه حاجة. لو بنطلون قماش وبرده جبت مسطرة كده وقعدت تدلكها في البنطلون هيطلع لك برده شحنات. فالشحنات ممكن تجيبها بطريقة ما او باخرى، لكن احنا عايزين نعرف طيب ازاي اشوف الشحنات دي، ازاي اشوف تأثيرها. فالالكتروسكوب ده جهاز بسيط تقدر تعمل بيه الكلام. ايه المكونات بتاع الالكتروسكوب؟ برطمان فاضي، انا بقول لك مكونات تقدر تجيبها من البيت عادي خالص. برطمان، لو عايز تخرم الغطا بتاعه يبقى هتجيب الغطا وتخرمه، او ورقة كرتون وتخرمها بحيث تبقى فوق نفس الراديوس بتاع البرطمان من فوق. تمام، هتجيب ايه تاني؟ هتجيب سلك، بس سلك قوي شوية يعني 5 مللي كده ولا حاجة، وتيجي تانيه من تحت تعمل هوك. تمام، يبقى تكونه من تحت بهوك، وتيجي على الطرف من فوق وتلفه سبايرال بالشكل ده كده. خلاص، يبقى سلك، السلك ده هتعمله شكل سبايرال من فوق وتعمله خطافي من تحت. تمام، هتجيب قطعة فويل وتشكلها كالآتي. هتجيب فويل وتقطع الفويل بحيث يبقى بالشكل ده تقريبا، يعني حاجة بالشكل ده، تخرم خرم صغير عشان يدخل في الهوك، وتجيب واحدة تانية وتعملها نفس الشكل بالظبط، برضو فيها فتحة من فوق عشان يدخل في الهوك من تحت. هنا
هتحط القطعتين الفويل دول جوه الهوك ومش هتلزقهم، يعني هتخليهم ليهم حرية الحركة. يبقى انت كده الخطوة اللي بعد كده نبتدي بقى خطوات التصنيع. هتاخد الاتنين دول وتحطهم تعلقهم في الهوك، ويعني قبل ما تعلقهم في الهوك بقى انت ممكن الغطا تدخل الغطا الاول وبعد كده تحط الفويل، وبعد كده تاخد بقى المجموعة دي كلها وتحطها جوه الجار وتلزق الغطا تمام، وتخلي السلك ما يبقاش منزلق جوه الفتحة الضيقة الصغيرة دي، يبقى ماسك نفسه يعني، ما بحيث ان المجموعة دي كلها ما تقعش يعني تمام. فانت ممكن تلزقها حتى يعني، تجيب صمغ وتلزقها. فالشكل النهائي هيبقى كالآتي، ده الشكل النهائي. ادي الطرف اللي فوق سبايرال، والطرف الاخير اللي هو الهوك، وادي قطعتين الفويل مش لازقين تمام، بينهم مسافة بسيطة. ادي كده، ادي الالكتروسكوب. طيب بيشتغل ازاي الالكتروسكوب؟ لو جبنا حاجة بوزيتيف تشارج جنب الالكتروسكوب، يعني لو جبت حاجة كده اهي فيها بوزيتيف تشارج، نتوقع ايه اللي يحصل؟ احنا اتفقنا ان البوزيتيف والنيجاتيف تشارج بيحصل لهم اتراكشن، فاللي هيحصل ان النيجاتيف تشارج هتبتدي تطلع، يبتدي يطلع نيجاتيف تشارج وتتجمع هنا. طبعا كل ما السبايرال يبقى قوي كبير والشحنات اللي انت بتقيسها كبيرة هيتكون شحنات، ثانية واحدة، هيتكون شحنات نيجاتيف. لو قلنا النيجاتيف هو اللي هيطلع تمام، ففي نيجاتيف هيطلع. طيب السؤال، النيجاتيف لما يطلع الفويل، ورق الفويل هتبقى الشحنة بتاعته ايه؟ هيبقى ايون بوزيتيف ولا ايون نيجاتيف؟ بوزيتيف. تمام، هيبقى بوزيتيف. يبقى اذا قطع الفويل هتبقى بوزيتيف. طب لما تبقى بوزيتيف ايه اللي يحصل لهم؟ يحصل لهم ريبلشن. ايوه تمام، وده نشوفه بعنينا. هنبص نلاقي ايه؟ هنلاقي ان قطعتين الفويل بعدوا عن بعض على طول. طيب لو جبنا حاجة مشحونة نيجاتيف، جبنا حاجة مشحونة نيجاتيف، برضو الشحنات البوزيتيف هتطلع فوق فوق لغاية لما توصل للمنطقة اللي هي السبايرال دي، فالقطعتين الفويل هيبقوا نيجاتيف. طب ما هو نيجاتيف ونيجاتيف برضو يحصل ايه؟ يحصل ريبالشن. لو هي حتى نيجاتيف ونيجاتيف برضو يحصل ريبلشن. يبقى دايما دايما هتلاقي ان قطعتين الفويل بيتباعدوا عن بعض. طيب لو الشحنة قوية هتجتذب شحنات كتير، فالريبلشن هيبقى كبير، هتلاقي ان المسافة ما بين قطعتين الفويل بقت مسافة كبيرة. لو الشحنة اللي انت بتقيسها بسيطة هتجتذب شحنات عددها قليل، فالمسافة هتبقى قليل. تمام يا شباب، يبقى كده فعلا ممكن نعمل جهاز بسيط. طبعا هو بيتباع بقى، لو عايزين نجيب حاجة بروفيشنال يعني، هو بيتباع بيبقى حاجة بالشكل ده كده، وبيبقى ليه مؤشر كمان، وتقدر تعرف الشحنة صغيرة ولا كبيرة، تقدر تقيسها يعني.
فده الالكتروسكوب اللي هو بيتباع في الحياة العملية يعني، ممكن تشتريه لو عايز، وبيبقى المؤشر بقى يعني ذهب، يعني بتبقى حاجة صغيرة قوي كده، شعرة ذهب يعني بدل الفويل يعني. طيب هل ممكن نعمل حركة سحرية كده؟ ممكن نعمل حركة سحرية بعد ما تصنع الالكتروسكوب، تمام، وبالرغم ان ممكن ما يبقاش فيه شحنات، ورغم ذلك قطعتين الفويل يبقى ما بينهم مسافة. حد يفكر كده، فكروا فيها دي، يعني ممكن نعمل حركة فيها سحر ان الاتنين قطعتين الفويل يبقى ما بينهم ريبالشن بالرغم ان ما فيش حاجة انت بتقيسها. يا ترى نعملها ازاي دي؟ طبعا دي ممكن تفاجئ فيها الناس يعني، ما حدش يقول وانا بصنعه احط ما بينهم مسافة، يبقى ما عملناش حاجة. احنا عايزين في الاول يبقى القطعتين الفويل قريبين من بعض، تمام، بعد شوية يبقوا بعيد عن بعض بالرغم ان ما فيش حاجة انت بتقيسها. احنا ممكن نجيب حرير ونعمل بيه الجار نفسه. لا هنعمل نفس الستيب، ماشي، وبعد كده بس احنا كده جبنا شحنات، فالقطعتين الفويل بقى بعيد عن بعض، انا عايزهم بقى بعيد عن بعض بالرغم ان مفيش شحنات. ممكن عن طريق ان هم يبقوا مواد مختلفه ومعامل التمدد بتاعهم مختلف في الحراره تاثر. لا انا مش عايز الحراره تبقى عامل معانا. اخلي السبايرال اللي فوق ده اصلا عليه تشارج. ما هو ازاي؟ ماشي كهرباء. ممكن يا دكتور احط سائل في الجار واخليه يتفاعل مع اللي فوق ويحصل اكتساب يعني ليه، فيحصل في الاخر يبقى في نيجاتيف تشارج. لا مش عايز اضيف حاجة خالص. احنا دلوقتي معانا حاجة مشحونة ومعانا الالكتروسكوب بس، ما معيش حاجة تانية، مش عايز اضيف حاجة تانية، بس انا عايز الحاجة المشحونة تتحط. طبعا هيحصل ريبالشن، انا عايز بقى بعد ما الحاجة المشحونة دي تتشال برضو ريبالشن يتنيه موجود. هخلي السبايرال ده يلف. لا حتى عن جوافير الشحنات اللي عند السبايرال نعمل حاجة تمنعها ان هي ترجع تحت تاني مادة عزلة او حاجة. ايوة انت ابتديت توصلي، برافو، الفكرة مظبوطة. ازود اللفات بتاعت السبايرال؟ لا لا، الفكره اللي قالتها زميلتكم مظبوطه. بص احنا هنعمل ايه دكتور، ان انا اوصلها بالارضي. ايوه برافو عليك، برضو دي فكره مظبوطه جدا، تمام. ازاي بقى اوصلها بالارضي؟ بصوا بقى الفكره كالاتي، احنا الاول هنحط الحاجه اللي هي ايه، الحاجه المشحونه. برافو انتوا وصلتوا يا جماعه، برافو عليكم. الحاجه المشحونه دي دلوقتي لمت ايه؟ لمت الكترونز، والالكترونز دي اتاخدت منين؟ اتاخدت من الفويل. قطعتين الفويل بقوا ايه؟ بقوا حصل لهم ريبالشن، يبقى انا عايز اتخلص من التشارجز النيجاتيف دي، انا عايز اتخلص منها، فاعمل ايه؟ احط صباعي لمسه بسيطه جدا، ما هو ده اللي هيوصلنا للارض، لمسه بسيطه للسبايرال بصباعي، طبعا هحس بكهرباء بسيطه، واشيل ايدي بسرعه. طيب لما المس السبايرال واشيل ايدي يبقى انا كده خدت ايه؟ خدت الشحنات النيجاتيف، واصلا انا كده كده هشيل اول ما المس بصباعي اشيل الشحنات البوزيتيف، يبقى كده انا شلت الحاجه البوزيتيف وشلت النيجاتيف اللي على السبايرال، لكن الفويل هيتانيه زي ما هو، يحصل له هيبقى ايه؟ هيبقى ما بينهم ريبلش لان التشارجز لسه موجوده. يبقى تاني يا جماعه هيرسمها لكم، يبقى الادي اهو كده، انت هتجيب البوزيتيف، فالبوزيتيف هيعمل ريبالشن، وانت حاطط البوزيتيف هتلمس بصباع ايدك بس، لمسه بسيطه جدا، تمام.
أول ما تشيل صباع إيدك وتشيل البوزيتيف وكله تمام، هتلاقي إن هما بقوا التو فويلز، قطعتين الفويل بقوا بعيد عن بعض، يعني الشحنات لسه موجود، الشحنات اللي هي انت خدت نيجاتيف تمام، فلما اخدت نيجاتيف ففي شحنات بوزيتيف لسه موجوده اصلا، حتى انها موجود، فهتبص تلاقي ان القطعتين الفويل طايرين في الهواء بالرغم ان مفيش حاجه انت بتقيسها. تمام يا شباب؟ هو طيب. النيجاتيف منين معلش يا دكتور؟ النيجاتيف ضاع، النيجاتيف فوق عند السبايرل، انت بس ضيعته بصباعك، يعني اول ما حطيت صباعك الشحنات النيجاتيف دخلت في ايدك وطبعا مشيت في جسمك كله ونزلت على الارض لان انت واقف على الارض. النيجاتيف جه منين اصلا؟ النيجاتيف ما احنا قلنا عشان انت جايب شحنه بوزيتيف كبيره، فالشحنه البوزيتيف عملت اتراكشن للتشارجز نيجاتيف. تمام؟ اوكي. فلما خدت نيجاتيف الفويل بقى ايه؟ الفويل بقى بوزيتيف. طيب عايزين بقى نجيب القوة دي بقى، يعني احنا كده خلاص اتفقنا ان في شحنات بوزيتيف وفي شحنات نيجاتيف، والبوزيتيف مع النيجاتيف بيعمل اتراكشن، البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف بيعملوا ريبلشن. هو دكتور ممكن اسال سؤال بس؟ اتفضل. هو احنا لما بنجيب بوزيتيفلي تشارجد بيحصل الريبلشن، ونجيب نيجاتيفلي تشارجد برضه بيحصل الريبلشن، فاحنا كده هنفرق ازاي؟ لا ما احنا مش هنعرف نفرق ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، ما نقدرش. تمام؟ يعني احنا بنجيب الحاجه عشان نعرف ان هي بتطلع تشارج بس، مشحونه ولا لا، انما ما تقدرش تعرف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب تمام شكرا. تمام كده. يلا دكتور اقدرش اعرف لو انا عارفه الجسم البوزيتيف او النيجاتيف اللي انا هحطه من فوق السبايرل شحنته ايه، يبقى عرفت اللي تحت هتبقى ايه؟ ما هنعرف ازاي؟ يبقى لازم ابقى عارف بقى من اولها هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام. انا زي ما بقول لكم في مواد ما يعني بتبقى معروفه، الجلاس مع الحرير، ال ايه تاني، الفل مع اللي هي الفلين يعني ده مع الصوف وهكذا، في مواد بتبقى معروف الجلاس يبقى بوزيتيف، الحرير يبقى نيجاتيف، الصوف يبقى هو بوزيتيف والفلين تبقى نيجاتيف ان سو اون. طب هم عرفوا الحاجات دي ازاي؟ عرفوا يقيسوها ازاي؟ طبعا هي الـ كل ده استيميتد، خد بالك لان البوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف اصلا والنيجاتيف ممكن يبقى بوزيتيف، فهي حاجه منهم بوزيتيف وحاجه منهم نيجاتيف. تمام. انما طبعا في النيوكليير رياكشنز بنقدر نعرف بقى البوزيتيف من النيجاتيف بدقه، يعني وده هناخده في الماجنتيك فيلد، يعني مثلا في الماجنتيك فيلد تقدر عن طريق الماجنتيك فيلد لو عندك شحنات ماشيه، لو لقيتها مشيت ناحيه اليمين مثلا تبقى هي نيجاتيف، لو لقيتها مشيت ناحيه الشمال تبقى اكيد بوزيتيف. فدي حاجات يعني نقدر نحددها بدقه تمام على المستوى العملي عن طريق بقى الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كمان. ان شاء الله هتعدي علينا الحاجات دي في الترم ده يعني. تمام. طيب عايزين بقى ناخد الكلام ده رياضيا، القوة دي نحاول نحددها رياضيا، يبقى هناخد كولومز لو. طيب الراجل اللي اسمه كولوم ده عمل ايه؟ جاب شحنات مختلفة، طبعا الجهاز اللي هو اشتغل عليه ده معروض في متحف لغاية دلوقتي، متحف في فرنسا. جاب شحنات، الشحنة مثلا هنسميها كيو، كيو 1 كيو 2 يبقى التشارج اسمها كيو. تمام. وابتدى اول حاجة يقول طيب لو دي بوزيتيف ودي بوزيتيف اكيد هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه قوة. طيب القوة دي هتبقى قوة اتراكشن، هنسميها ال F الأولانية ونسميها ال F الثانية، هي دي F ودي F. تمام. يعني عايزين نسموها 1 2 ماشي، 2 1 ماشي، يعني
1 2 القوه اللي على 1 نتيجه 2 من قصدي يا جماعه، ودي القوه اللي على 2 نتيجه 1. ممكن تسميها العكس، القوه اللي من 2 على 1 فتبقى دي اسمها، يبقى الناحيه الشمال اسمها اف 2 1 والناحيه اليمين يبقى اسمها اف 1 2. يعني مش هنخوض في الحته دي كتير، اللي عايز يسميها اي اسم مش هتفرق معانا طبعا. ف اف 1 2 ده اللي هو ايه، اللي هو الفورس on q1 نتيجه مين؟ ديو تو q2. لو q2 مش موجوده مش هتبقى القوه دي موجوده اصلا. طيب القوه دي اللي هي مين؟ اللي هي الفورس اللي على q2 نتيجة Q1. تمام؟ دكتور معلش، هم الاثنين نفس الماجنتيود صح؟ اه، ما احنا هنشوف بقى دلوقتي، هنكتشف الكلام ده دلوقتي. تمام كده صح. طيب اول حاجة لقاها ايه؟ اول حاجة لقى ان ال F12 هي ال F21 فسماها F، يبقى same magnitude. ده أول اكتشاف عملي. تمام، هتقول لي إيه ده؟ يعني لو الـ Q2 أكبر من الـ Q1 برضو two forces قد بعض. طب لو الـ Q1 هي اللي أكبر برضو قد بعض، لو الـ two charges قد بعض برضو قد بعض. يبقى دايما 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 إن الـ F12 هي نفسها الـ F21. ثواني يا دكتور لو سمحت، ينفع أسأل؟ آه اتفضل. هو هم قد بعض نتيجة هو قانون نيوتن الثالث ولا ملهاش دعوة؟ هي ليها دعوة بقانون نيوتن بس في الجرافيتي، لو فاكرة الجرافيتي هنبقى ناخده كمان شوية. تمام ماشي. تمام طيب، يبقى إذا الـ F12 كماجنتيود هو نفسه الـ F21 كماجنتيود اللي هو الـ F، بس الفورس دي فيكتور، فتعالوا بقى نحط لها رمز الفيكتور. طيب هل الفيكتور F12 بيساوي F21؟ لا لا لا، فعكس الاتجاه. تمام كده، يبقى F12 كفيكتور بيساوي ايه؟ نيجاتيف F21 كفيكتور. مظبوط كده، يبقى هما عكس بعض في الايه؟ في الدايركشن. يبقى equal in magnitude opposite in direction. دكتور ما فيش حاجة باينة على السكرين. طب ثانية واحدة هغير الشبكة، بس ثانية واحدة ادوني يعني 20 ثانية كده. ظبط يا جماعه كده كله تمام؟ اه تمام. اه ايوه. طيب يبقى ال F12 بيساوي نيجاتيف F21، ده معناه ان هو ان هما اوبوزيت ان دايركشن. طيب هتقولي ايه ده، ما الكلام ده ممكن يتغير لو كان ال Q1 وال Q2 ليهم بوزيتيف تشارج، هما الاثنين بوزيتيف تشارج. لا برضو الكلام ده جنرال فور اني تشارج، دايما دايما هيبقوا equal in magnitude ودايما دايما opposite in direction. خدوا بالكم الحتة دي، أنا مرة جبتها MCQ للأسف في بعض الناس غلطت فيها مش عارف ليه. يعني two forces على two charges يا جماعة، دايما دايما بسيطة الموضوع، equal in magnitude opposite in direction ودايما. خلاص يعني أهي، تعالوا نشوف بقى الحالات المختلفة. يبقى لو عندي positive negative هيبقى ادي F12 وادي F21 عكس بعض ولا لا؟ عكس بعض. طيب بيساوي بعض في الماجنتيود؟ اه بيساوي بعض في الماجنتيود. طب لو عندي positive positive يحصل repulsion. طيب عكس بعض في الدايركشن ولا لا؟ عكس بعض اهو.
equal in magnitude r equal in magnitude. طيب negative negative عكس بعض في الدايركشن. هل قد بعض في الماجنتيود؟ اه قد بعض في الماجنتيود. يبقى دايما دايما هم قد بعض في الماجنتيود. طيب ادي اول حاجه اكتشفها. تاني حاجه ابتدى يغير المسافه ما بين التشارج. يبقى ادي جاب تشارج بوزيتيف تشارج نيجاتيف تمام، وابتدى يغير المسافه، وكمان ابتدى يغير الماجنتيود بتاع Q1 والماجنتيود بتاع Q2. لأن لما بيزود الماجنتيود بتاع Q1 أو Q2 الفورس بتزيد، لما بيزود المسافة القوة بتقل. يبقى الأوبسرفيشنز العملية إن دايما دايما الـ F12 نقول تاني الكلام نيجاتيف الـ F21. الأوبسرفيشن التانية العملي إن F12 هي نفسها F21 هي F. الأوبسرفيشن اللي بعد كده إن Q1 وQ2 لما بيزيدوا الماجنتيود بيزيد. الأوبسرفيشن اللي بعد كده إن لما الR بتزيد الفورس بتقل. فوصل لقانون كان نيوتن عامل قانون زيه في الجرافيتيشنال فيلد، إن الفورس بتساوي سام كونستانت K مضروبة في Q1 مضروب Q1 بقى الماجنتيود. خد بالك احنا بنجيب الماجنتيود دلوقتي يا جماعة، فهتبقى مودولس هي ماجنتيود Q1 يعني مضروبة في ماجنتيود Q2 على R سكوير. الR سكوير ده يعني قانون متكرر في حاجات كتير قوي، هنلاقيه في الجرافيتيشنال فيلد، هنلاقيه في الالكتريك فيلد، هنلاقيه في الماجنتيك فيلد، هنلاقيه في اللايت، يعني هنلاقيه في حاجات كتير قوي. تبقى الفورس او شدة الضوء تتناسب مع ايه؟ تتناسب عكسي مع الR سكوير. طيب فيبقى فعلا الاوبسرفيشن اللي هي بتقول لك ان F12 هي نفسها F21 هي نفسها الF دي مظبوطه بقى، لان هي الفورس هي ضرب الاثنين في بعض يا جماعه. الفورس ما بتعتمدش، يعني الفورس اللي على Q1 ما بتعتمدش على Q1، ده بتعتمد على Q1 وQ2 الاثنين مع بعض. الفورس اللي على Q2 بتعتمد على Q1 مضروبه في Q2، وبالتالي سواء بقى زودت Q2 او قللت Q1 ما هي كده كده هتبقى الفورس اللي على Q1 هي نفسها الفورس اللي على Q2. تمام يا جماعة؟ يبقى تاني هنا نأكد المعلومة دي. ليه هما سيم ماجنتيود دايما على طول؟ لأن انت لو Q1 صغيرة والQ2 هي الكبيرة الفورس بيساوي ضرب الاتنين في بعض، والعكس لو Q2 هي الصغيرة وQ1 هي الكبيرة برضو الفورس هتساوي ضرب الاتنين في بعض، فمفيش قوة أكبر من التاني. يعني القوة اللي على Q1 هي نفسها القوة اللي على Q2 نتيجة ان هي عبارة عن ضرب الاثنين في بعض. طيب انما الفورس دي بقى انت ممكن تزودها او تقللها حسب ايه؟ حسب التشارج، يعني حسب التشارج وحسب المسافة ما بينه. طب مين الكي ده؟ الكي ده كونستانت، هو عينه في الاس اي يونتس بيبقى قيمته 9 في 10 اس 9 تقريبا. طبعا القيمة دي اليونت بتاعتها بالاس اي يونتس هتبقى نيوتن متر سكوير على كولوم سكوير. طبعا الكيو اليونت بتاعتها كولوم، نسبة لكولوم يعني. طيب معلش، هو الكونستانت ده اسمه ايه؟ كولومز كونستانت هو باسمه برضه. يبقى الكونستانت ده كولومز كونستانت. طيب مش ده نفس قانون الجرافيتي؟ نفس قانون الجرافيتي صح، هو في تشابه في العلم كبير جدا.
ايه بقى اللي احنا جبناه ده عشان بس تبقوا عارفين الاسم العلمي؟ يبقى دي اسمها الالكتروستاتيك فورس. تمام، الكتروستاتيك فورس between two charges separated by a distance r. يبقى دي القوة ما بين two charges q1 و q2، تمام، separated by a distance r. يبقى احنا كده بنقدر نجيب الفورس ما بين two charges. حلو كده؟ ليه حطيت مدرس؟ ايوه، هو احنا التمبريتشر مش بتاثر على الفورس دي في اي حاجه او في الاتراكشن فورس اللي بتحصل؟ لا لا خالص، يعني دي ده موضوع تاني. يعني مثلا مش المفروض دي حضرتك دي فهمت، يعني مثلا لو في تفاعل زي ده في ال NACL اللي كان في الاول ان واحد بيخسر واحد بيكسب، يعني بعد كده قلت ان ده اتراكشن، صح ولا ده غلط؟ انا كنت بتكلم عن قوه البوند، قوه الرابطه. قوة الرابطة دي عشان نفكهم من بعض، يعني عشان نفكهم من بعض بنحتاج حرارة عالية عشان نفك الرابطة دي من بعض. تمام؟ لا دي ما هسألك يعني بالاتراكشن فورس اللي بتحصل بينهم. لا يعني دي الاتراكشن كده كده بتحصل، انما لو عايزين نفك الرابطة دي نسيح الرابطة يبقى هنحتاج حرارة عالية عشان نسيحها يعني. تمام؟ طيب، انما الكي بقى نفسها بتعتمد على ايه؟ هل هي ثابت وبس؟ لا، في الحقيقه برضو هي مش ثابت. الكي بتعتمد على الميديم، الكي بتعتمد على الميديم، هل في ميه، هل في هواء. تمام، يبقى ده الكونستانت ده عشان نبقى دقيقين، ده في الفري سبيس بس، ان فري سبيس. طيب لو محطوطين في ميه، محطوطين في ليكويد، اي نوع ليكويد تاني، لا خلاص الكونستانت ده هيختلف. هل بيقدروا يحسبوه؟ بيقدروا يحسبوه بسهوله، بيتحسب يعني. لكن احنا في الفري سبيس القيمه دي 9 في 10 اس 9. تمام، يبقى احنا كده بنقدر نجيب الماجنتيود بتاع الالكتروستاتيك فورس لو سمحت يا دكتور. حضرتك قلت لي حطينا المودلس؟ المودلس عشان احنا بنجيب الماجنتيود، فعشان لما تيجوا تحسبوا في مساله ما يطلعلكوش بقى الكيو 1 نيجاتيف تقوموا حاطينها نيجاتيف فالفورس تطلع نيجاتيف. لا، احنا بنشتغل ماجنتيودز، فطالما بنشتغل ماجنتيودز يبقى الحاجات هتبقى بوزيتيف. فالكيو 1 حتى لو هي نيجاتيف نحطها باشاره بوزيتيف، يبقى مودلس كيو 1 مودلس كيو 2، يبقى لازم ناخد المودلس بتاع كيو 1 ولازم ناخد المودلس بتاع كيو 2. تمام يا جماعه، دايما لما بنحسب الماجنتيود يبقى بناخد المودلس بتاع التشارج. طيب، يبقى الالكتروستاتيك فورس الاي سوري الاف، في ناس يعني بتسميه اف اي بس احنا هنسميه اف لان احنا لسه ما عندناش حاجه تانية غير الالكتريك فيلد. يعني لما يبقى عندنا ماجنتيك فيلد الفورس بقى هنسميه اف اي ونسميه اف بي يعني عشان نفرق ما بينهم، لكن فور ناو احنا دلوقتي شغالين الكتريك فيلد بس، يبقى هنسميها اف. فالاف بتساوي كي، ناكد تاني المعلومه، كيو 1 كيو 2 على ار سكوير. في ناس لسه قايله من شويه ايه ده، طب ما ده نيوتن قال الكلام ده من زمان. احنا هنا عندنا كيو 1 وكيو 2 ما بينهم مسافه ايه؟ ما بينهم مسافه ار. نيوتن قال ايه بقى؟ نيوتن قال ان في حاجه اسمها الجرافيتيشنال فورس، وهي برضو نفس القانون بس جي ام 1. خلاص. تمام، طيب الاف بتساوي جي ام 1 ام 2 على ار سكوير.
وبرضو نفس الفكرة، يبقى عندي 2 masses M1 M2 ما بينهم مسافة R، اهي نفس الفكرة بالظبط. طيب هتقول لي لأ ما هو في حاجات مش متشابهة، لأن دايما الجرافيتيشنال فورس بتبقى اتراكشن، دايما دايما اتراكشن، بالرغم ان مفيش حاجة اسمها M بوزيتيف و M نيجاتيف. الالكتروستاتيك فورس لا، ممكن تبقى اتراكشن وممكن تبقى ريبالشن، ادي احد الفروقات يعني. لكن برضو في علماء بيفكروا يقول لك طب ليه التشابه ما يبقاش متكامل يعني، يعني ليه ما نلاقيش ماس نيجاتيف وماس بوزيتيف مثلا، ليه لا يعني. طب مش في حاجه اسمها انتي ماتر؟ لا ده موضوع تاني خالص. أنتي، أنت قلت أنتي ماتر، إنما مش بوزيتيف ونيجاتيف. لكن هل في ماس نيجاتيف فعلياً؟ لا يعني ما اكتشف، ما فيش حاجة اسمها كده. بس اللي أنا عايز أقوله إن لا، في ناس بتفكر يعني يقول لك لا ليه لا، زي بالضبط برضو أنتوا عارفين لما ماس تقع على الأرض، لو الماس دي خفيفة هتقع في زمن أكبر ولا زمن أقل من الماس التقيلة؟ مش هتفرق، هيقع في نفس الوقت. هيقع في نفس الوقت. هتقول لي طب ما الهواء هيأثر، ما سيبك من تأثير الهواء، لو ما فيش تأثير هواء وريشة وقطعة حديد 10 كيلو مثلا ورمتهم في نفس سبتهم يقعوا في نفس الوقت، هينزلوا على الأرض في نفس الزمن، ودي من الغرائب يعني لغاية دلوقتي في ناس يعني مستغربة من الموضوع، برغم ان هو مثبت يعني، بس في علماء يعني بيقعدين يدوروا في المشكلة دي، يعني ايه السر في الموضوع ده. ففي اسرار لغاية دلوقتي يعني غريبة يعني. فمن ضمنها الحاجات دي، برضو من ضمن الحاجات اللي تشارجز، موضوع التشارجز ده، هل في ماجنتيك تشارجز؟ مش في حاجة اسمها السائل لكم الكتريك فيل وماجنتيك فيل، يعني في حاجة كهربية وفي حاجة مغناطيسية. طيب الحاجة الكهربية ليها تشارج زي ما احنا شايفينه، طب الماجنتيك بقى فيلد ليه تشارج ولا لا؟ انتوا تسمعوا عن الماجنتيك بولز صح، اللي هي الأقطاب بقى اللي هي المغناطيس، فالمغناطيس بيبقى ليه نورث بول وساوث بول، بس ما فيش حاجة اسمها تشارج، ما فيش حاجة اسمها ماجنتيك تشارج. ورغم ذلك في علماء يقول لك لا، طب ما احنا نخترع ان في حاجه اسمها ماجنتيك تشارج، ورياضيا موجوده لكن عمليا غير مثبت. طيب ف يعني لغايه دلوقتي العلم بتاعنا ان الفورس الجرافيتيشنال اتراكشن بس، الماسز بتبقى بوزيتيف بس، يعني بالرغم ان الماسز تو ماسز بوزيتيف بس القوه ما بينهم اتراكتيف. بالنسبه للالكتروستاتيك فورس الشحنات ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف، وبالتالي ممكن يبقى في ريبالشن وممكن يبقى في اتراكشن، تمام كده. طيب يبقى كده ازاي نحل مسائل بقى فيها تشارج؟ الاول هو ممكن يجي لك مساله طبعا فيها اكتر من تشارج، يعني تو تشارج بوزيتيف وواحده نيجاتيف، يعني ممكن يجي لك دي الافكار البسيطه بوزيتيف نيجاتيف، ممكن يجي لك سيستم بقى محطوط على اكس واي كوردينيتس، ويبقى فيه هنا بوزيتيف تشارج نيجاتيف تشارج بوزيتيف تشارج مثلا، مساله زي دي. ممكن يجي لك مساله فيها مجموعة من التشارجز محطوطة في سكوير مثلا، ممكن يجي لك على تريانجل واحد بوزيتيف واثنين نيجاتيف مثلا، يعني افكار كتير. طب ايه المطلوب؟ المطلوب الفورس، انك تجيب الفورس مثلا، تجيب الفورس بتاعت Q2 على Q1، يقول لك فايند الفورس دي.
او يقول لك فايند الفورس اللي على البوزيتيف تشارج اللي فوق. طبعا البوزيتيف تشارج اللي فوق دي عليها كام قوه؟ في قوه اللي تحت، التشارج اللي تحت بتاثر عليها بقوه لفوق صح كده عشان في ريبالشن. طب التشارج النيجاتيف بتاثر عليها بقوه ازاي بقى؟ قال لك بتاثر عليها بقوه اتراكشن، يبقى في قوه الناحيه دي، يبقى عندنا قوتين. طب اجيب القوه بقى التوتال ازاي؟ شغل فيكتورز. اعتقد انتوا عارفين فيكتورز يا جماعه وازاي تعمل ريزولوشن والحاجات دي. تمام. يبقى بنعمل ريزولوشن في اكس واي، وفي الاكس واي دايركشنز، وبعد كده بنجمع ونعمل سميشن للحاجات اللي في الاكس لوحدها، ونعمل سميشن للحاجات الواي مع بعض. مثلا مساله زي السكوير دي، افرض قلت لك انا عايز الفورس اللي على التشارج دي، يبقى البوزيتيف هتاثر على النيجاتيف هتعمل ايه؟ اتراكشن. طبعا انا مهتم بالنيجاتيف، انا ماليش دعوه بقى بالتشارجز الثانيه، انا بجيب تاثير التشارجز الثانيه. النيجاتيف اللي ناحيه اليمين هتعمل تاثير على النيجاتيف اللي ناحيه الشمال، هتوديها فين؟ هتبقى عايزه تزقها ناحيه الشمال اهو. طب البوزيتيف اللي فوق هتعمل ايه؟ هتبقى عايزه تعمل لها اتراكشن. ايه ده، عندنا ثلاثه فورسز. شوف بقى، حل بقى الموضوع ده. الاف 1 حللها في اكس واي، الاف 2 جاهزه لانها في الواي بس، الاف 3 في اتجاه نيجاتيف اكس بس، وتقعد تجمع الاكس مع بعض والواي مع بعض وتجمع كله تجيب الريزلتنت. طيب مساله زي الثالثه اللي هي التريانجل ده، هتلاقي النيجاتيف مع البوزيتيف. انا عايز دي، انا عايز اجيب القوه على ده، هعمل ايه؟ هبص على التشارجز اللي حواليها، فالنيجاتيف مع البوزيتيف اللي هي هنا دي تعمل اتراكشن، يبقى انا عندي قوه اهي. فين القوه الثانيه؟ النيجاتيف مع دي هتعمل لها اتراكشن، تبقى عايزه تشدها ناحيه اليمين. هي هتتحرك فين بقى يا ترى لو انا سبتها حره الحركه؟ ها، نتوقع الشحنه دي تروح فين؟ في النص بينهم. ايوه في النص، اللي هتروح في النص، في النص. صح كده يا جماعه. انما لو عايزين نحسب الفورس بقى هنعمل ايه؟ وده لو ايكولاترال ترينجل صح، نحللها. هنعمل بقى ريزولوشن ونشتغل ونجيب الفورس توتال. بس عشان نعمل خطوات، يبقى الاول بندرو للتشارج دايجرام. لازم لو هو مدي لك مساله مرسومه خلاص اوكي، لو مش مديها لك مساله مرسومه هيقعد يشرح لك بقى ويقول لك اصل في بوزيتيف تشارج على الكورنر بتاع سكوير، وفي تشارج ثانيه على الكورنر بتاع الثاني، ويبعدوا مسافه. انت بقى تقعد تفسر المساله وترسم، بس اهم حاجه ترسم. يبقى اول حاجه هنرسم. ثاني حاجه تحدد الاتجاهات الفيكتور، يبقى الدايركشن اوف فورس، هتحدد الفورسز اللي موجوده عندك. طيب هتحسب ازاي بقى؟ هتكالكوليت الماجنيتيودز، ماجنيتيودز اوف ذا فورسز، ودي خطوه سهله من كولوم، هتحدد الماجنيتيودز. طيب بعد كده هتعمل ريزولوشن، ريزولوشن اوف فيكتورز، واخيرا هتعمل سميشن بقى الريزلتنت، هتجيب الريزلتنت فيكتور. وخلاص طالما انت قدرت تعمل ريزولوشن هيبقى عندك اتجاهات اكس وواي، وتجمعهم مع بعض تجيب التوتال فورس. تمام، يبقى ده يؤدي ان انت كده جبت التوتال فورس، التوتال فورس كفيكتور. ده لو هو طلبه فيكتور، لو هو طلبه ماجنتيود خلاص بقى هتضطر بعد ما تجيب الفيكتور تجيب الماجنتيود. خدوا بالكم يا جماعه من دقه الخطوات، يعني ما حدش يقول انا هجيب الماجنتيود بتاع الفورسز ولو هو طالب الماجنتيود اجمع الماجنتيود، لا غلط، ما ينفعش. انت الاول بتجيب الماجنتيود، بعد كده بتعمل ريزولوشن للفيكتورز، بعد كده بتجيب الريزلتنت فيكتور. ده الاساس.
لو هو عايز الماجنيتيود بتاع الريزالتنت فيكتور خلاص هات بقى الماجنيتيود بتاع الريزالتنت فيكتور. هيبان طبعا الكلام ده في مساله يعني تعالوا نحل المساله. مش الماجنيتيود بتاع الريزالتنت فيكتور هو هيطلع الماجنيتيود اللي انا حسبته من كولونز لو. الماجنيتيود من بتاع كل فرصه على حده بتاع كولومز لو هتجيبه من كولوم لو. انما الماجنيتيود بتاع التوتال ما تقدرش تقول ان هو مجموع الماجنيتيود زي ما هنعرف دلوقتي في المساله اللي جايه. تمام. بس ثانيه واحده بس هروح اجيب المساله من كتاب سيروي. زي ما انتوا لاحظتوا دلوقتي انا يعني هروح اجيب مساله من سيروي. فهتلاقوني دايما بشتغل من مسائل سيروي في احيان كتير يعني. ده المثال اهو. هو عايز في المسألة دي resultant force. طيب هل هو مدي شكل المسألة؟ مدي شكل الرسم. طيب المسألة دي فيها كام تشارج؟ فيها Q1 positive charge، فيها Q2 negative charge، فيها Q3 positive charge. يبقى احنا عندنا 3 charges. هو بنسميهم 3 point charges. ليه كلمة point؟ عشان يقولك ان هي التشارج متركزة في نقطة مش كورة يعني مش سفير. Located at the corners of a right triangle. ادي الright triangle اهو. تمام المسافة A مديها لنا ومدي Q1 وال Q3 بيساوي بعض. يبقى ال Q1 given 5 مايكرو كولوم. المايكرو يا جماعة اللي هو 10 أس ناقص 6. ال Q2 نيجاتيف 2 مايكرو كولوم. ال Q2 اللي هي دي. ال Q3 5 مايكرو كول. الايه المسافه هو مديها 0.1 متر. المطلوب الفورس اللي على Q3. هو سيروي مسمي الفورس اللي ما بين 1 و 3 مسميها F13. احنا سميناها 31 لو تفتكروا من شويه. انا ساعتها قلت لكم يعني الاسم اللي احنا عايزين نسميه عادي يعني. شايفين احنا عملنا ايه؟ احنا قلنا F12 اللي هي الفورس on Q1 due to Q2. هو سماها ايه؟ هو واضح ان هو سماها الفورس from Q1 on Q3. يعني دي هو سماها الفورس from Q1 on Q3 عشان كده هو سماها 1-3. طبعا مش هتفرق معانا خالص. احنا ممكن اصلا نسميها F1 ونسمي الفرصة التانية F2. ده هيبقى اسهل بدل ما نقعد بقى نسمي 1-3 و 3-1 و 3-2 الكلام ده. لا احنا نختصر على طول ونسميها F1. يبقى الفرصة دي نسميها F1 فيكتور والفرصة التانية نسميها F2. ليه هما 2 forces؟ عشان عندنا تو تشارجز بيأثروا على الـ Q3. يبقى Q1 بتأثر على الـ Q3. خد بالك ازاي بنجيب الاتجاه الفيكتور. بنرسم خط مستقيم ما بين التو تشارجز ونعمل الامتداد اللاين ده. يبقى هو ده الفيكتور F1. طيب Q2 بتأثر على Q3 بس هنا ده ايه بقى؟ ده اتراكشن وبالتالي الفورس هتبقى في الاتجاه ناحية الشمال. يبقى F2
هتبقى ناحية الشمال بالشكل ده، برضو بنرسم لاين ويبقى امتداد اللاين ده او على اللاين ده. طيب كده F1 انا عرفت الاتجاه بتاعها وعرفت اتجاه F2، ايه الخطوات اللي بعد كده؟ يبقى احنا خلصنا التشارج دياجرام الدايركشن اوف فورسز، خلاص هنبتدي بقى نحسب الماجنتيودز. طيب الماجنتيودز تتحسب ازاي؟ من كولوم زلو اهو، ادي كولوم زلو اهو KQ1 Q2 على R سكوير. فتعالوا نحسب F1 وتعالوا نحسب F2. يبقى F1 بتساوي K، ها F1 بقى دي ما بين مين ومين؟ Q1 و Q3، يبقى مودلس Q1 مودلس Q3 على ال R اللي هي بكام الدهاني في الرسمة؟ root 2A. root 2A، يبقى root 2A سكوير، ولا نكتبها بالتفصيل احسن، نكتبها على مرحلتين احسن، يبقى نسميها R13 سكوير. R13 الكي معروفة 9 في 10 اس 9، الكي 1 مودلس خد بالك يبقى 5 في 10 اس ناقص 6، الكي 3 5 في 10 اس ناقص 6، ال R اللي هي root 2A وال A ب 0.1، كل ده سكوير. هنحسب الحسبة هتطلع كام؟ هتطلع 11.2. طبعا الوحدة يا جماعة اليونت نيوتن يعني. تمام، انا كده جبت ماجنتيود الاف 1. هتقول لي بس انا ما جبتش الفيكتور، ما هو استنى شويه، احنا الاول بنحسب الماجنتيود زي ما اتفقنا يا جماعه اهو، كالكوليت الماجنتيود، يبقى الاول بنحسب الماجنتيود. طب اف 2 تعالوا نجيب اف 2، يبقى كي مين بقى الاف 2 ما بين 2 و 3، يبقى Q2 Q3 والمسافة هنسميها 2-3. طيب الـ K 9 في 10 أس 9، الـ Q2 اوعى تحط الإشارة بقى، خلاص أنا بحسب ماجنتيودز، يبقى 2 مايكرو على طول، يبقى تحطها 2 مايكرو، يبقى 2 في 10 أس ناقص 6، Q3 5 في 10 أس ناقص 6، المسافة سكوير. المسافة ما بين الـ Q2 و Q3 مسافة A، والـ A 0.1 يبقى 0.1 سكوير. هنحسب الحسبة دي هتطلع 9 نيوتن. تمام، هل بقى الماجنتيود بتاع الفورس يبقى أقول إن هو 9 زائد 11 يبقى 20.2 من 10؟ صح ولا غلط؟ لا غلط. لا غلط. 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 غلط طبعا. يبقى ما المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا اجيب الاول. لازم بقى. ريزولوشن. لازم اعمل ريزولوشن. فلازم نعمل شوية تفاصيل بقى كده. طيب ادي الاف 1. هنعمل لها ريزولوشن. يبقى ده F1 هنحللها في اتجاهين. طب ال F2 جاهزة، ال F2 جاهزة، يبقى المشكلة في ال F1. طيب عشان أعمل لها ريزولوشن أنا محتاج الثيتا دي، هتبقى 45 يا دكتور. 45. أيوة تمام 45. طب لو ما هياش الرسمة مش زي ما هو عاملها كده، يعني احسبها بقى شوية ماثماتكس بسيط واحسب الزاوية. خلاص جبنا الزاوية، يبقى نقدر نعمل الريزولوشن اللي احنا عايزينه. يبقى خد بالك احنا في الخطوة رقم كام؟ ريزولوشن اوف فيكتورز. نبتدي نعمل ريزولوشن للفيكتورز دي. يبقى F1 كفيكتور بتساوي
F1 كوزين 45 في اتجاه الـ I، طبعا الـ X بتسموه I، و F1 ساين 45 في اتجاه الـ J. يبقى أنا كده تمام جبت الـ F1. الحسابات دي هتدينا كام الأرقام بقى؟ هتدي 7.954 في اتجاه الـ I plus 7.94 في اتجاه الـ J. طب الـ F2، الـ F2 ده جاهز، خد بالك ان هو في اتجاه نيجاتيف صح، يبقى نيجاتيف 9 في اتجاه الـ I، ملوش حاجة في اتجاه الـ J صح كده يا جماعة؟ تمام؟ اوكي ماشيين معايا؟ اه معاك يا دكتور. اه تمام يا دكتور. تمام حلو قوي. يبقى كده احنا جبنا الـ two forces كفيكتورز، نعمل ايه بعد كده؟ نجيب الريزلتنت. يبقى الريزلتنت فورس فيكتور هنجمع الاثنين، يبقى F1 plus F2 هيساوي، يبقى 7.94 minus 9 negative 1.045. يعني ممكن ماشي نكتبها بال 045 صح؟ في اتجاه الـ I plus 7.94 في اتجاه الـ J. كده بقى تقدر تحسب الماجنتيود. طالما جبت الريزلتنت اهي تجيب التوتال فورس وتجيب منها الماجنتيود لو عايز، انما ما تقدرش تقول الماجنتيود F1 زائد F2، ما ينفعش. يبقى هنا الماجنتيود of the resultant force is 1.045 طبعا انتوا عارفين الطريقة 1.045 سكوير plus 7.94 سكوير 8.02 هيطلع 8 طلعت معايا بس لا 8.02 تقريبا يعني 8.02 ماشي نيوتن. شفتوا بقى يا جماعه اللي كان هيحسبها مجموع الاثنين ما ينفعش خالص، ده كانت طالعه فوق ال 20. شوف بقى هي طالعه هنا كام؟ 8 تقريبا، 8 نيوتن. يبقى اذا الفكره اعتقد واضحه ان شاء الله، تقدر تحل اي مساله بعد كده بس تتبع الخطوات. يعني اول حاجه لازم التشارج دايجرام يبقى مرسوم، تاني حاجه بتحدد الدايركشن بتاع الفورس. ازاي بنحددها؟ بنرسم لاينز ما بين التشارج وامتدادات اللاينز دي بقى، فلازم تبقى عارف هو اتراكشن ولا ريبالشن. بعد كده كولومز لو، طبق كولومز لو انك تجيب الماجنتيودز بس. بعد كده تشتغل بقى شويه ماثيماتكس، شويه حاجات فيكتورز على ريزلتنت فيكتورز على الماجنتيود بعد كده بتاع الفيكتور. اعتقد شيت 1 هيبقى فيه حاجات فيها فيكتورز ان شاء الله يعني. يعني بحيث ان نعم السؤال كان طالب ان احنا نجيبها لحد الفيكتورز ولا كان طالب ماجنتيود برضو؟ find the resultant vector the resultant force. لما يقول resultant force يبقى بنجيب الفيكتور، يعني الخطوه لغايه هنا تمام. يعني احنا زودنا بس الماجنتيود. احنا زودنا الماجنتيود تمام كده صح. يبقى لو قال لك ريزلتنت فورس يبقى لازم نجيب ريزلتنت فورس فيكتور تمام، الا لو كانت المساله ام اس كيو ومديكي ارقام يبقى خلاص، يبقى هو لو مدي ارقام يبقى هو اكيد طالب الماجنتيود. طب هل في طريقه لما يبقى عندي تو ماجنتيودز اجيب التوتال ماجنتيود؟ اجيبهم بالريزلتنت فورس، القانون بتاع الريزلتنت فورس. برافو عليك صح، بس ده مش كل الناس تعرفه.
صح ولا كله عارف القانون ده يا جماعه؟ انا مش هقوله لان كوير بلس كوزاين ثيتا. ايوه برافو عليك، اللي فيه كوزاين ثيتا تمام. اللي عارفه اوكي ممكن، يعني ممكن لو كانت المساله يا جماعه مش بيقول لك فايند ريزلتنت فورس، لو كان بيقول لك فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت فورس يبقى ممكن بعد الخطوه دي خلاص انت جبت اف1 واف2 يبقى على طول تقدر تجيب الريزلتنت فورس اللي هي الروت بقى بتاع اف1 سكوير زائد اف2 سكوير زائد 2 اف1 اف2 كوزاين ثيتا. لكن انا قلته بسرعه لان انا مش مطالبكم بيه في ان انت تحل بيه، انما اللي هيحل بيه صح يعني عادي مش مشكله. لكن الطريقه الستاندرد بتاعتنا ان احنا نجيب الاف1 والاف2 وبعد كده نجيب الفيكتورز ونعملها ريزولوشن، بعد كده نجيب ريزلتنت فورس از ا فيكتور، بعد ما تجيبه از ا فيكتور تقدر تجيبه از ا ماجنيتيود. تمام يا شباب كله تمام كده؟ دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلوا. هو لما يقول لي مثلا عايز الدايركشن للريزلتنت ده قصده على الثيتا صح؟ لو عايز الدايركشن بتاع الريزلتنت بس عاده ما بيطلبش الحته دي. تمام ماشي يا دكتور. هو انا طب انا بس المعرفه يعني بجيبها من شيفت تان واعمل الاف واي على الاف اكس صح كده؟ صح كده تمام صح. لو شكرا عايزين نجيبها فبنجيبها بالطريقه دي فعلا. طيب ناخد مساله كمان برضو عشان نبقى ايه غطينا الجزء ده كويس. دي مسألة فيها 3 point charge برضو، دي لك الرسمة بتاعتها. تمام طيب في positive charge Q1 قيمتها 15 مايكرو كولوم محطوطة عند X ب 2 متر. كان ممكن ما اديكش الرسمة على فكرة لأن هو واصف الوصف كويس يعني. في بوزيتيف تشارج تانية Q2 6 مايكرو كولوم موجودة عند الأوريجن. يبقى نكتب الحاجات اللي هو مديها لنا. Q1 15 مايكرو كولوم، Q2 6 مايكرو كولوم. هو بيقول لي بقى إن النت فورس على Q3 بصفر. يعني Q3 دي النت فورس اللي عليها زيرو، فيبقى يا ترى مكانها فين؟ يعني لو عندي تشارج Q3 الفورس اللي عليها زيرو يبقى يا ترى مكانها فين؟ واحد يقول بس ايه ده هو ما اداش القيمه، بس هو ما اداش القيمه بتاع Q3 يا جماعه. يا ترى هنعرف نحل ولا لا؟ ها هنعرف نحل. ازاي بقى هنحلها دي؟ هنقول ايه بقى؟ هتصير المفروض في الاخر هنقول الفورس بتاعت Q1 بتساوي الفورس بتاعت Q2 احنا هنساوي القيمتين ببعض. تمام صح كده، هيبقى في اكوليبريم. تمام طالما في اكوليبريم يبقى F1 3 كماجنتيود بيساوي F2 3 كماجنتيود. خدوا بالكم ان هما عكس بعض في الدايركشن. ما هي F1 ما هو في قوة ما بين Q1 وQ3، الفورس اللي ناتج عنها هتبقى ناحية اليمين زي ما هو راسم، وفي قوة ما بين Q2 وQ3، القوة اللي على Q3 هتبقى ناحية الشمال لأن في attraction، وبالتالي F1 3 هتبقى ناحية اليمين وF2 3 ناحية الشمال، يبقى هم عكس بعض في الدايركشن. علشان يحصل إن القوة اللي عليهم يعني سميشن الفورس، عشان سميشن فورس تبقى زيرو يبقى ماجنتيود F13 هي نفسها ماجنتيود F23. طب ماجنتيود F13 K Q1 مودلس يا جماعة Q3 على المسافة سكوير، يبقى ده بيساوي K Q2 Q3
على المسافة ما بينه. طيب يبقى كي Q1 بكام؟ Q1 ب 15. هكتبها 15. نشيل الـ K والـ K. آه ما احنا فعلا هنعمل كده. وكمان الـ Q3 هحطها زي ما هي. آه بعد كده هنشيلهم مع بعض. بس عشان القانون يبقى مكتوب كامل على بعضه يعني. الـ R13 اللي هي 2 ناقص X يبقى 2 ناقص X سكوير. طيب الـ Q2 ب 6 يبقى إذن هو مداش الـ Q3 لأنهم هيروحوا مع بعض يا جماعة. والمسافة ما بينهم X سكوير. فالكي تروح مع الكي يبقى 15 على 2 ناقص X سكوير بيساوي 6 على X سكوير. طبعا في المسائل التقليدية لو دي مسألة وانت حليت لغاية هنا فطبعا بتاخد درجات يعني اي حاجة بتعملها بتاخد عليها درجات. لكن للأسف في الامس كيو يعني لازم تبقى دقيق بقى يعني ما ينفعش تقول خلاص بقى ده كده المسألة اتحلت. لا ما اتحلتش. لازم تجيب المسألة لغاية اخيرها عشان تطمن ان الحل بتاعك هيطلع مظبوط. فيبقى لازم نشتغل لغاية الاخر. الحاجات الرياضية اللي هي ممكن تبقى غلسة دي لازم تعملها لغاية الاخر. يبقى 4 ناقص 4 اكس زائد اكس سكوير وبالتالي يبقى ايه ده يروح الناحية التانية يبقى 14 اكس سكوير زائد 24 اكس ناقص 24 كل ده يساوي صفر. وتحل بقى المعادلة دي تمام هتحلها هتطلع لك في الاخر يا دكتور ازاي 14 اكس سكوير احنا بنعمل 15 ماينس 6. اه برافو عليك. او اللي يعمل الحركه اللي انا عملتها دي طارت منه المساله. يبقى عشان كده ايه لازم تحل مساله لغايه الاخر. يبقى 9 اكس سكوير صح كده. هل انا غلطت غلطه تانية؟ لا كده تمام. نروح بقى نجيب الاكس هتطلع في الاخر 0.775. لازم تحل يا جماعه لغايه الاخر عشان تطلع نتيجه مظبوطه. يبقى انت لما بتحل مساله على اساس انها ام سي كيو. خلاص شباب تمام سهل الموضوع. طب الافكار بتيجي ازاي؟ الافكار اللي انا قلت لكم عليها دي ماشي. طيب السؤال هو ممكن يسألك سؤال تاني مثلا. يا ترى لو الشحنة دي بوزيتيف هل ممكن يحصل إيكوليبريم ولا لا؟ يعني الشحنة نيجاتيف أهو حصل إيكوليبريم عند مسافة معينة 0.775. يا ترى لو الشحنة دي بوزيتيف هل هيحصل إيكوليبريم ولا لا؟ هل هيحصل عند المسافة دي نفس المكان مسافة مختلفة؟ هيحصل برضو إيكوليبريم. هيحصل من برة صح؟ لا انا بتكلم في النص ما بين ال Q1. هل ممكن دي تبقى بوزيتيف؟ هيحصل زي ما هو كان. هيحصل ما دام القوتين عكس بعض يعني. تمام صح. هي نفس المسألة وهي نفس المسافة على فكرة وهيطلع نفس المسافة. ليه؟ لان ال Q1 هتأثر على Q3 ناحية الشمال وال Q2 هتأثر على Q3 ناحية اليمين. طب ما هي نفسها ما حصلش حاجة. فطالما التو فورسز عكس بعض فبالتالي ممكن يحصل إيكوليبريم وهتبقى الاكس ساعتها نفس الاكس برضه. يعني خد بالك الكيو 3 راحت مع الكيو 3 فحتى القيمه ما تفرقش وحتى الساين بتاع التشارج مش هيفرق. انا ممكن يسالك بقى سؤال يا ترى ممكن تبقى في شحنه بره في المكان ناحيه الشمال ويحصلها إيكوليبريم ولا لا؟ دي فكروا فيها بقى سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ويا ترى هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا بديكوا اسئله تفكروا فيها ودي افكار امتحانات. يعني لو عندك نفس المساله اهي لو جالك لو بوزيتيف بره مش هينفع. ما انت بقى فكر. لا انا هسيبكم تفكروا في المساله دي. انا بس هديكوا الرسمه تاني وانت تفكر يا ترى
لو حطيت بوزيتيف بره ناحيه اليمين هيبقى فيه اكوليبريم ولا لا؟ يا ترى لو حطيت نيجاتيف هيبقى فيه اكوليبريم ولا لا؟ لو ناحيه الشمال يا ترى ممكن يحصل اكوليبريم ولا لا؟ لو نيجاتيف ممكن يحصل اكوليبريم ولا لا؟ ممكن اناقشكم في واحده على الماشي يعني، اناقشكم لو بوزيتيف ناحيه اليمين وحشيل النيجاتيف اللي في النص دي، وشيل النيجاتيف اللي في النص بقى خلاص. فبص بقى لو بوزيتيف يمين، بوزيتيف يمين هيبقى فيه ريبالشن، الاولانيه هتعمل لها ريبالشن، ايه ده؟ طب ما الثانيه هتعمل لها ريبالشن، مش هينفع بوزيتيف في نفس الاتجاه، مش هينفع. طب نيجاتيف يمين، النيجاتيف اللي صورته واثنين هيعملوا اتراكشن، هتنفع ولا لا؟ هتبقى اتراكشن كده واتراكشن كده، لا مش هينفع بقى. هو طالما الاثنين نفس الساين يعني لازم الحاجه تبقى مختلفه في النص عشان تكنسل الاثنين. ايوه برافو عليك، صح كده. يبقى اذا عشان تبقى الحاجات بره متزنه لازم تبقى واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، فده هيقودنا لمساله ثانيه بقى. طب افرض ده بوزيتيف وده نيجاتيف، وانا طلبت منك ان دي بوزيتيف، ممكن يحصل ايكوليبريم ولا لا؟ ممكن. البوزيتيف هتعمل ايه؟ الواحده هتبقى ريبولشن، هتوديها شمال، والنيجاتيف هتوديها فين؟ ممكن يحصل، بس ايه الشرط يا جماعه؟ المسافات، الشارج بتاعت المسافات تزيد. هل كيو 2 تبقى اكبر من كيو 1 ولا كيو 2 تبقى اصغر من كيو 1؟ لا تكون اصغر، كيو 1 اكبر. لازم يا جماعه، لازم كيو 1 تبقى اكبر، لازم. ليه؟ لان هي البعيده، فالمسافه بتاعتها كبيره، المسافه الكبيره هتديك فرصه صغيره، فانت محتاج تعوض بعد المسافات. نقولها تاني، كيو 2 مسافتها قريبة من Q3 فالفرصة متوقع انها تبقى عالية، Q1 مسافتها بعيدة عن Q3 فالفرصة متوقع انها تبقى قليلة. عشان تعوض الفرق ده تعوضه فين بقى؟ ما Q3 مش فارقة معاك في القوة، يبقى تعوضه في قيمة ال Q1، لازم قيمة ال Q1 كماجنتيود يعني تبقى اكبر من ال Q2 عشان يحصل البالانس ده. او مش هيحصل برضه دكتور معلش اتراكشن بين Q1 وQ2؟ لا سيبك من Q1، انا ما بقولش القوه ما بين Q1 وQ2، انا عايز اجيب القوه اللي على Q3، انا بجيب القوه اللي على Q3 نتيجه Q1 وQ2. فالقوه اللي على Q3 القوه الاتراكشن اللي هيحصل بين Q1 وQ2 هيبعد Q2 من مكانها. لا لا لا، احنا مالناش دعوه بالقوه ما بين Q1 وQ2، احنا بندرس ستاتيك، خد بالك احنا ما بندرسش دايناميك، احنا بندرس الQ1 محطوطه في مكانها، Q2 محطوطه في مكانها، Q3 محطوطه في مكانها، وعايز ادرس تاثير Q1 وQ2 على Q3، ماليش دعوه خالص بتاثير Q1 على Q2 او Q2 على Q1، ما مش داخله معانا في المعادله. احنا اللي داخل معانا تاثير Q1 على Q3 هتعمل لها اتراكشن، تاثير Q2 على Q3 هتعمل لها ريبالشن. هل ممكن الاتراكشن يساوي الريبالشن كماجنتيود؟ ممكن لو كان Q1 اكبر من Q2. تقعد بقى تحسبها وتشوف ايه القيمه المعينه اللي تنفع عشان تبقى الفورس اللي على Q3، توتال فورس اللي على Q3 تبقى بصفر وبالتالي يحصل equilibrium. كل ما سالنا يا جماعه ستاتيك، كل الشغل بتاعنا الكتروستاتيك، حتى اسمه الكتروستاتيك فورس لان احنا شغالين ستاتيك، ما بندرسش التشارج وهي بتتحرك. احنا كده تمام يعني، خلصنا المحاضرة، وان شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى في الكلية بقى. انتوا عارفين المكان بتاعها؟ هول سي تمام، اوكي. يوم الحد ان شاء الله الساعة 8. دكتور معلش، هو الشيتس دي اللي هي البروبلم سيتس اللي بتنزل على LMS؟ ايوه تمام، البروبلم سيتس. دكتور معلش، ممكن البيجز اللي حضرتك بتكتب عليها دي لو ينفع حضرتك تعملها سيف وتنزلها على تيمز؟ اكيد انا بعمل كده. تمام، شكرا. ماشي، يلا. في اي استفسارات شباب؟
كان عندي سؤال. هو حضور وهذاك هنا ليه بنلاحظ ال ايوه هو الصوت اختفى. الو الو هذاك سامعني؟ اه كده سامع. معلش هو كان سؤال هو هنا ليه بنحس بالستاتيك الكريستي اكتر في الشتاء؟ يعني هو يعني ممكن تكون مرتبطة بالجو نفسه الهيوميديتي. اه بس هي ملهاش علاقة بالتمبريتشر. ما هي الهيوميديتي والتمبريتشر الاتنين مع بعض. اصل هو المفروض التمبريتشر ما بتأثرش على الفولس بتاع في الفولس بتاع ما بين التشارجز يعني. لا الفورس حاجة والإحساس حاجة تانية. عشان حضرتك قلت الصوف والحاجات دي بتبقى موجوده في الشتاء مش هنلبسها في الصيف مش هنحس بيها. لا بس افرض واحد بقى جه في الصيف ولبس صوف مثلا هتعمل هيحس بقى ولا مش هيحس؟ لا مش هيحس قوي. لا هي يعني بتبقى منتشره اكتر في الشتاء. والدليل على كده ان انت لما بتقفل باب عربيه ما انت بتقفل باب عربيه انت لابس لبس عادي لكن بتحس بالرعشة البسيطة دي في الشتاء ما تحسش بيها في الصيف. لكن هو سؤال ظريف يعني ممكن نبحث فيه برضو. تمام شكرا دكتور. ماشي.